مساءكم سعيد مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من أنت ونبيلة. دائما مواضيع جديدة نتكلم عنها في حلقاتنا، وحلقتنا تصبح دائما أجمل بفضل مشاركاتكم معنا عبر الهاتف. فقط أدخلوا بياناتكم على صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك لتكونوا جزء من البرنامج، ولا تنسوا أيضا أنه يمكنكم متابعتنا على تويتر وعلى إنستغرام. والآن فلنشاهد معا الفيديوهات التي نشرها ملايين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في تريندينج. الفيديو الأول لليوم يأتيكم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعرض لنا هذا المركز باليونان الذي يعمل بضعف إمكانياته، حيث يتواجد به 1400 لاجئ ويواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف غير الصحية به. ولكن أخيرا تم توفير فرص لعدد من اللاجئين بالمغادرة إلى العاصمة اليونانية. أما هذا الفيديو فهو لبطلة من أبطال سوريا تدعى سمية وعمرها 19 عاماً. تعمل سمية لتقوم بإعالة أسرتها المكونة من 10 أفراد بسبب إصابة والدها وعدم قدرته على العمل، حيث بدأت العمل ما أن وصلت إلى الأراضي العراقية. أما هذا الفيديو فهو الاختراع رائع ومريح لماسحة تمكننا من تنظيف جهتي النافذة بسهولة وبأقل مجهود، وهو اختراع يدعى جلايدر ويعتمد على المغناطيس، حيث يثبت الماسحات على جانبي النافذة، فعندما نقوم بتحريك واحدة تتبعها الأخرى. أما هذا الفيديو فهو عن شركة تدعى فيك رودز، قامت بنقل 7 أشجار كجزء من أعمال تحديث طريق يقع بأستراليا، ويتم استخدام المجرفة على شاحنة للحفر ثم رفع وإمالة كل شجرة على الشاحنة بطريقة آمنة لنقلها إلى موقعها الجديد. أما هذا الفيديو فهو لشابين هما جيف ودان، قررا أن يقوما بتصوير سلسلة من الفيديوهات وأطلقوا عليها سوبر سلو شو، ويعتمدان في فيديوهاتهما على تصوير كل شيء بالتصوير البطيء جدا حتى يستطيع المشاهد رؤية التفاصيل بوضوح، كما نرى هنا مثلا تفاصيل انفجار بالون مليء بالألوان. والآن إلى معلومة جديدة أخبركم بها في هل تعلم؟ هل تعلم أنه في مايو 2015 أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زوريخ الفخمة 7 مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي كان يستعد لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر كرئيس، وذلك بناء على طلب أمريكي بعد تحقيق كشف وجود فساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم يمتد لنحو 25 عاماً. ووجهت الاتهامات إلى 42 مسؤول وثلاث شركات بعد شكوى قضائية من 236 صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرماً و55 مخطط فساد بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار أمريكي. وتشمل التهم الموجهة إليهم الابتزاز المالي والتزوير وتبييض الأموال. الرياضة هي توأم السياسة، لا تغيب واحدة عن الأخرى رغم كثرة الادعاء بغير ذلك في الأوساط الرياضية الرسمية. وقد تحقق الرياضة ما تعجز عنه السياسة، وقد تكون وسيلة سياسية في بعض الأوقات تعبر بها دولة أو مجموعة دول عن عمل سياسي. أما كرة القدم فهي اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم أجمع، وهي في الحقيقة خليط من الرياضة والسياسة والاقتصاد، خاصة عندما يتطرق الأمر لحدث ضخم مثل كأس العالم. دعونا نرى هذه اللقطات ثم نعود إليكم من جديد. يا
ما مدى تأثير المشهد السياسي والاقتصادي على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في قرار مثل اختيار الدولة المضيفة لكأس العالم، أهم حدث رياضي ينتظره الملايين حول العالم؟ نتناقش اليوم إذن مشاهدينا في هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة الناقد الرياضي السيد عصام شلتوت. أهلا وسهلا بك سيد عصام. بداية، شو هي الأسس اللي على أساسها يتم اختيار الدولة المضيفة لكأس العالم؟ أهلا بحضرتك وكل مشاهدينك الكرام حول العالم. الطبيعي أن تكون هذه الدولة تمتلك ضمانة حكومية لإجراء ما يمكن أن يطلق عليه البنية التحتية والأساسية لتنظيم أهم بطولة على وجه الأرض، مونديال كرة القدم، وبالتالي يتم النظر إلى حالتها الاقتصادية، حالتها الأمنية، ومن ثم استعدادها لاستقبال كل طوائف العالم بثقافتهم، بدياناتهم، بمعتقداتهم، بكل ألوان الطيف، حتى بما فيها ألوان الطيف السياسية. ومن ثم ده الذي يجب أن يكون، وبالتالي تلك القواعد أساسية بتتقدم دول، هناك لجان تعمل يعني تور أو دورة على كل من تقدم، وبالتالي تظل هذه الدولة وتلك الدولة الأخرى أو لو أكثر حتى من دولتين يظلوا على تواصل مع أعضاء اللجان، محاولين الإقناع، محاولين تقديم كل ما لديهم من أوراق للعبة، وبالتالي ينتظروا لحظة الفوز بالتصويت أو لحظة إعلان من الأنفلوب أو من المظروف اللي بيخرج منه اسم الدولة التي ستستضيف مولد كرة القدم العالمي. يعني سوء عقاز كرة القدم، سميها زي ما تسميها. يعني أستاذ عصام، الناس كلها وكل الناس يعني تكلمت عن وقائع الفساد التي شهدتها ربما وشهدها العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم. الآن كيف يمكن التأكد من نزاهة الأصوات التي يعطيها أعضاء الدول التي ترغب في استضافة كأس العالم؟ يعني ما تحدثت معك فيه هو الذي يفترض أن يكون، لكن بطبيعة الحال ومع تحقيقات حتى شارك فيها أجهزة يعني الأمن بما يسمى المباحث الجنائية حول العالم والإنتربول أيضا، ثبت بالدليل القاطع أن ما كنا نشتم رائحته من فساد أو نسمع عنه تحقق خلال عهد السيد بلاتر، وطبعا مع كل من كانوا في مكتبه التنفيذي، لدرجة أن الكل خارج المنظومة ليس فقط ولكن الكل حكم، سبحان الله، ما عدا العربي المصري هاني أبو ريدة وقبلها العربي الجزائري محمد روراوة. كيف يتم اختيار أعضاء الفيفا؟ يعني احنا عرفنا أنه هناك دول ترغب في استضافة كأس العالم، عرفنا أن هناك بعض الفساد الذي تشهده ربما الفيفا، يعني هناك نقص في نزاهة الأصوات اللي بيعطيها في بعض الأحيان أغلبية الأعضاء التي تريد أن تنظم كأس العالم، ولكن كيف يتم تعيين أعضاء الفيفا بنفسها؟ لا، هو الفيفا لا يعني تعتمد الأنشطة الانتخابية، ومن ثم هي نفس الحلقة، بداية يصبح المواطن إكس عضو باتحاد القاري، ثم يقدم نفسه باعتباره أحد المحظوظين إذا ما تم تصعيده من اتحاد القاري ليتولى إمرة كرة القدم ربما في لجنة أو أخرى في الفيفا، ومن ثم يطرح نفسه بعد أن يستطيع أن يجمع أصوات، بعد أن يستطيع أن يكون مقنع على مستوى الفكر طبعا أولا، وأيضا مقنع على مستوى لعبة مصارعة الزراعين أو زي ما بيقولوا في كرة القدم هات وخد يعني. طب
طيب لدينا اتصالات هاتفية أستاذ عصام، سنحاول كذلك أن نأخذ آراء المشاهدين معنا أو المستمعين كذلك. ومعنا من الجزائر مصطفى، أهلا وسهلا بك مصطفى، أنت ونبيلة. مصطفى اليوم حديثنا عن كأس العالم، حديثنا عن كذلك الفيفا، برأيك هل ترى أن هناك علاقة ما بين اللي بيحدث في الساحة السياسية وما بين قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بين من الواقع هناك علاقة سياسية مع السياسة مع الرياضة. يعني أنت بتشوف الرياضة والسياسة مرتبطين؟ مرتبطين لتغطية بعض الأخطاء الواردة عن بعض الدول الكبرى كأمريكا. نعم، يعني بتشوف انه الرياضه والسياسه مرتبطين، ولكن في نفس الوقت يعني هل هذا معيار حتى يكون الرياضه يعني جانب اخر للسياسه، او في بعض الاحيان ممكن تكون كذلك الرياضه في اختيار مثلا الدوله المنظمه لكاس العالم ممكن ان تكون لا علاقه لها بالسياسه في بعض الاحيان؟ يعني الرياضه هي راهي ظروف حاليا راهي اسكات الشعوب الضعيفة. يعني ابتعدنا عن الرياضة كمفهوم يعني محايد خلينا نقول، وصار وجهة نظرك مثلا أنه الرياضة هي فقط لتغطية السياسة. طيب نحن نحترم رأيك وكذلك مشاركتك معنا، شكرا جزيلا مصطفى. معنا من الجزائر دائما كريمة، أهلا وسهلا بك كريمة في أنت ونبيلة. كريمة، في رأيك شو هي المقاييس اللي على أساسها بتختار الفيفا الدول المضيفة لكأس العالم؟ شو اللي بتعرفيه عن هذه المقاييس؟ هي يعني أول لازم يكون أول شرط، يعني أول شيء برحب بكم في البرنامج وسعيدة جدا بمشاركتي في البرنامج. هو يعني أول مقياس لازم يكون هناك استقرار سياسي، يعني لازم يكون استقرار أمني واستقرار سياسي. ولكن هذه الكلمة يعني هذه الكلمة بحد ذاتها يعني مجرد حلم للبشرية. لا أظن أن هناك دولة فيها استقرار سياسي كلي أو استقرار أمني كلي. كرة القدم يعني كرة القدم هي لغة الشعوب، يعني ما في شعب بالعالم ما يفهم كرة القدم. حتى يعني صارت متنفس للشباب. صار أي دولة حلمها أن تستقبل يعني تستقبل هذه المنافسات في بلدها. خاصة يعني نحن الشعوب المستضعفة يعني نرى فيها أحلامنا، يعني شبابنا يطلعوا فيها كل الأشياء المكبوتة داخلهم. أنتوا شفتوا هوس الشباب كرة القدم. صحيح، يعني هي أكثر من رياضة وأكثر من هواية وأكثر من متعة فقط حتى للي ما بيمارس كرة القدم ولكن بيتفرج عليها فقط. ولكن أنت دائما بتشوفي أنه الاستقرار السياسي هو ربما الإشارة الأولى أو النقطة الأولى التي ينظر إليها قبل أن يتم تسليم دولة ما تنظيم كأس العالم. في التفكير المنطقي يعني منطقيا يجب أن يكون هناك استقرار أمني، يعني لتكون خدمات الجماهير يعني خدمات المشجعين يعني بتكون متوفرة كذلك البنية التحتية استقرار أمني. ولكن يعني ما نراه في الواقع هو غير ذلك. طيب شكرا على رأيك وعلى مشاركتك. ومعنا اتصال هاتفي آخر من ليبيا، معنا محمود، أهلا وسهلا بك محمود. أنت ونبيلة. محمود، يعني سمعت شوية عن حوارنا اليوم، نحاول أن نسأل آراء المشاهدين عن كيف هم بيشوفوا السياسة وكرة القدم، كيف بيشوفوا مثلا النزاهة اللي ممكن تكون في اختيار الدول المضيفة لكأس العالم. هل أنت شخصيا محمود ترى أن هناك ضغوط سياسية تمارس على الفيفا أثناء اختيارهم للدول المضيفة لكأس العالم، ولا بتشوف أنه لا ليس هناك ضغوط سياسية؟ لا، يعني شوف انه ممارسه ضغوط كبيره على الدول اللي تبي تستضيف كاس العالم، ضغوط سياسيه واقتصاديه، لدرجه ان الدول اللي ما عندهاش اقتصاد قوي اللي تستطيع ان تستضيف كاس العالم، وان الدول الكبيره تجبر في الدول التي لها علاقات بها سياسيه واقتصاديه انها تصوت لها. فاهم كيف؟ يعني انت ربطت، يعني زودت نقطه ثانيه اللي هي القوه الاقتصاديه، يعني بعد القوه السياسيه هناك القوه الاقتصاديه للدوله. القوة الاقتصادية ممكن هي اللي أكثر تجبر من السياسية، هي القوة السياسية. كأن دول يتبع مثلا دول عظمى أن اللي صوت لها تضمن أصوات بالضغط الاقتصادي. نحن نشوفه هكي في العالم الثالث. ولكن كيف بتفسر أنه شفنا في بعض الأحيان خلال ربما سنوات الحياة بتشوف أنه كان في دول اقتصادها متواضع خلينا نقول مثلا البرازيل وتم هناك تنظيم كأس العالم؟ ولكن هناك يعني رغبه سياسيه ان تنظم البرازيل كاس العالم بحكم تاريخها الرياضي، يعني في تاريخ رياضي اللي ما عندهاش
خلفيه رياضيه لا يمكن ينظم، لدرجه ان مثلا دول كمثلا كدول عربيه يعني قطر استضافت كاس العالم بعد ضغوط سياسيه واقتصاديه قويه يعني، وهي دوله قويه سياسيا واقتصاديا، فهمت علي؟ او ممكن حجمها صغير ولكن بالثروات وبحكم علاقاتها بالدول الكبرى طبعا التضيف. طيب حلو انه كان عندها خلفيه رياضيه خلاها ربما تعوض الجانب الاقتصادي. شكرا على رايك وعلى مشاركتك. مشاهدينا المزيد من الحديث ياتيكم في هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل القصير. هل تدخل السياسه في اختيارات الفيفا لدول كاس العالم المضيفه؟ هل اصبح الحنين للماضي مرض نفسي يستوجب العلاج؟ وصفات طبيعية لنوم هادئ، كل هذا بعد الفاصل. أرحب بكم مشاهدينا من جديد. الكثير من التشابكات والعلاقات والمصالح المعقدة بين مختلف أركان المنظومة الرياضية في العالم، سواء على المستوى الدولي والقاري أو على مستوى الاتحادات الوطنية، خاصة مع تحول الفيفا إلى إمبراطورية اقتصادية وشبكة مصالح متداخلة بين شركات الدعاية والتسويق ومؤسسات البث التلفزيوني ومصانع المنتجات الرياضية مع الاتحادات القارية والمحلية والمسؤولين عن إدارة كرة القدم فيها. ما زال معي من القاهرة الناقد الرياضي السيد عصام شلتوت، أرحب بحضرتك من جديد. طيب هل هناك شفافية في تعامل الفيفا مع الدول التي تقدم ربما ملفات للفوز باستضافة كأس العالم؟ لا يعني الأمر لا يتعلق بمنتهى الشفافية، لكن زي ما قال يعني ضيوفك الكرام مصطفى وكريمة من الجزائر وحمود من ليبيا، الحقيقة هم لمسوا الواقع على مستوى أنهم مواطنين يعني بيأملوا أن صناعة كرة القدم وبهجتها وترفيهها يبقوا حاجة من الحاجات اللي بننجح بيها نحن ما يسمى دول العالم الثالث. صحيح. لكن استثني البرازيل لأن الوجود فيها هو أصلا إنصاف لكرة القدم ويبث المزيد من يعني الأموال والأرباح لهذه الصناعة. إنما يعني مثلا لما تقول الأخت كريمة أنه هو الطريق الوحيد للشباب في العالم الثالث أن ينافس أوروبا أو ينافس يعني كل من هما كبار اقتصاديا وسياسيا، يستطيع أن يهزمه، يستطيع أن يؤدي مباراة قوية، نحن نحقق ذاتنا عندما ترتفع المستويات ونرضى عند هذا الشق. إنما الشفافية هي أمل يعني لا يمكن أبدا أن تغادريه، لكن تحقيقه في منتهى الصعوبة. حتى اقتصاديات الدول لما بنتحدث عن كرة القدم اقتصاد، هم يبحثوا كيف سيفوزوا باقتصاد دولة غنية زي قطر مثلا. قطر دفعت الغالي والنفيس حتى تفوز بلقطة تنظيم المونديال، لكن آخرين يستطيعوا أن يحققوا أرباح هم الكبار. في أمريكا حققوا أرباح، في أمريكا فرضت الإعلانات منها مثلا على سبيل يعني شيء يعني بنسميه المضحكات المبكيات، مثلا أحمر شفال حريمي كانوا يخشوا ويقبلوا اللاعبين ثم يظهر إعلان غصب عن أصحاب الحقوق، وبالتالي لما يتحول الأمر لبلدان زينا بتلاقي إداراتها وشعوبها ما عندهمش أي مشكلة في تقديم كل القرابين، ولا ينتظروا حتى أن تكون البطولة ذات قيمة ربحية، بينما كل العالم يتحدث عنها أنها ربحية، لكن يتم التغطية بأنها واقع جديد وانتشار على الخريطة العالمية وتسويق جديد لهذه البلد أو ذاك. وفي نفس الوقت أستاذ عصام، هل الفيفا تقدم ربما شيء معين أو أشياء بيحكوا عنها الناس كثير للدول المضيفة لكأس العالم حتى أنها تسهل مهمتها؟ هذا بغض النظر لما تكون الدولة بدايتها غنية، يعني نتكلم بصفة عامة في القوانين اللي موجودة. لا هي لا تقدم أثناء فوزك بالتنظيم، لكن على مدار الأعوام ولأنها أصبحت مؤسسة تريليونية مش ملياريه، هي تقدم على مدار العام وخلال المكتب التنفيذي ورئيسه اللي هم بيستمروا قرابة الخمس سنوات وشهور، بيقدموا بعض المشروعات فتستفيد كرة القدم، لكن أبدا لا يعطوا مثلا دولة ما
مليار أو نصف مليار أو حتى 500 دولار أو أورو يعني، لأنهم في النهاية هم من يسحبوا من هذا الوطن الذي سينظم، وبالتالي لا توجد ثمة عطاءات. لكن البعض أحيانا مقابل المقاصة السياسية يفيء على دولة مثلا إذا لم يكن اقتصادها قوي بأنه يضع لها بعض الملاعب، يمنحها مستشفيات حتى يتم العلاج. تستفيد الدولة صحيح لوضعها تحت الضوء، لكن تبقى اللعبة لعبة الكبار، والشفافية أمل لا يمكن مغادرته لكن تحقيقه صعب المنال. صعب جدا. طيب أستاذ عصام، هل حدث من قبل تم إلغاء ربما أو سحب كأس أو ملف كأس العالم بعد اختيار الفيفا لدولة معينة؟ حصلت في التاريخ؟ يعني الأرشيف ده محتاج أرشيف، لكن لا أظن. ربما تهديدات كثيرة جدا جدا حدثت لكن لم يتم السحب علنية في مونديال كرة القدم. بعض البطولات القارية شهدت ده، لكن يعني بحجم يعني خيالي الآن لا أظن أنها حدثت يعني. في نفس الوقت يعني في كان واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات مؤخرا بسبب اتهامه من منظمة العفو الدولية بعدم اتخاذه ربما تدابير بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان، تحديدا فيما يخص احترام الدول المضيفة لحقوق العمال، واللي سمعنا كذلك هذا الملف كان عمل ضجة. ماذا سيكون رد فعل منظمة العفو الدولية إذا استمرت الفيفا ربما في تجاهل هذه التوصيات؟ على ما أظن يعني سينتهي الأمر إذا لم يكن العالم الكبير زي ما قلنا يريد السحب البطولة من قطر، لكن الأعوام تتلاحق ولا أعتقد أن السحب يعني آت لا محالة. قد يحدث أو يظل تهديد للفوز بالكثير من العطاءات والمناقصات والاستفادات من دولة قطر، لكن منظمة العفو الدولية تدخل الكادر بس باعتبارها هي بتاعت حقوق الإنسان، وبالتالي ستظل على صراعها. ربما ينتهي ببيان لا يقدس الفيفا ويؤكد أن هناك انتهاك وأن هذا ما يحدث هو ظلم، لأن العمال أيضا من دول العالم الثالث. طيب أستاذ عصام، اتصالات هاتفية ونسمع كذلك آراء المشاهدين. ومعنا من ليبيا ماجد، أهلا وسهلا بك ماجد. ماجد، إذا كنت المسؤول عن هذا الحدث، ما هي الدولة العربية اللي أنت ستقوم باختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم؟ طبعا الدولة اللي قلت عليها من الحق أنها تأخذ كأس العالم وتخش فيها الفيفا هي مصر، فهمتي؟ انت لو كنت بيدك القرار كنت اخترت مصر؟ اخترت مصر. لماذا؟ طيب قلنا الدوافع. اول حاجه بان مصر ما تاخذش الامور سياسيا ومش عارف يعني وارتاح وكذا. مصر يعني شنو بتكون شنو تعمل مصر، شنو تقدم للعالم مصر؟ يعني اكثر لمساعده البلد، يعني أنه يكون في نهضة جديدة في مصر؟ المعنى متاعي يعني مصر تكون في 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 صورة بالأحسن، لأن مصر يعني يعتبر هي الأمن والأمان في مصر، وهي الأمور السياسية ما تدخل فيها في مثال في الكرة وفي مش عارف إيش، يعني كلها رغبة المشاهد ورغبة المواطن العادي في أن تكون مصر يعني لها كيف بنقولها لك يعني يعني عندها وزن في الساحة العربية. طيب شكرا على رأيك وعلى مشاركتك، حلو على الأقل أنه كل المشاهدين من مصر راح ينبسطوا باتصالك الهاتفي. اتصال هاتفي آخر معنا من المغرب، محمد أهلا بك. طيب محمد، لو عدت عليك نفس السؤال، لو بيدك الاختيار وعندك ربما القرار أنك تختار الدول العربية التي تستاهل وتستحق أن تنظم كأس العالم، أي الدول العربية بحياد وبأمانة تختار؟ أنا أعتقد كباحث وكمتبع للشأن الرياضي بأن المغرب هو دولة الأكثر يعني تأهيلا للتنظيم،
لتنظيم كأس العالم. طيب لماذا؟ ولكن قلنا لماذا حتى يكون الحياد؟ رجاء أوضح النقطة. أولاً علاقة السياسة بالرياضة. إذن بخصوص النقاش المطروح، أعتقد أنه لا يمكن فهم طبيعة العلاقة التفاعلية بين الرياضة والسياسة دون الوقوف عند دلالة السياسة. السياسة من المعروف أنها تحيط إلى معنيين، معنى إيجابي حينما ترتبط بتدبير شؤون الناس والسهر على تسيير مصالحهم، ومعنى سلبي حينما ترتبط بمجموع الخطط الهادفة للوصول إلى السلطة والمحافظة عليها. إذن إذا كانت السياسة تتحدد على هذا النحو، فإن اهتمامها بالرياضة يعتبر جزء من حياة المواطنين. إذن ما دام التنظيم المقصود به ليس الجانب المادي فحسب، ولكن أيضا الجانب النفسي. إذن لكن السؤال المطروح هنا وهو من الذي يتحكم في الآخر، السياسة أم الكرة؟ أعتقد بأن السياسة هي من توجه الكرة. أبرز دليل على ذلك هو الجدل الذي تطرحه مسألة تنظيم المونديال. لو أخذنا مثلا نسخة 2026 لوجدنا أن الترشيحات وكذا التصويت مبنية على منطق التحالفات السياسية. طيب. والاقتصادية حتى نعم. حتى لا نبعد عن نقطتك الأولى، يعني أنت قلت تختار المغرب لأنه سياسيا أولا ربما لصالحه. طيب وشو هي ربما النقط الأخرى اللي على أساسها أخذت هذا القرار بما أنك أنت صاحب القرار في الاختيار؟ نعم، إذا هو هناك مجموعة من المبررات التي تجعل المغرب أكثر، هو من بين أهم المبررات أولا مسألة الاستقرار. إذا فمجموعة من الدول في الشرق الأوسط وكذلك بعض الدول الشقيقة في شمال إفريقيا هناك الآن رجات سياسية، بينما المغرب يعتبر الأكثر استقرارا. نعم، يعني الاستقرار السياسي. نعم. وشو ثاني حتى يضل شوية وقت ترجع الأستاذ عصام قبل ما نعم نعم. إذا هناك أولا مسألة الاستقرار السياسي، هناك ايضا ما يسمى الان بالبنيه التحتيه على المستوى يعني الدوله المغربيه هي يعني تناسب او يعني تنضبط للمعايير الدوليه التي وضعتها الفيفا. لكن اخت نبيله، اذا انا شخصيا لا افهم السؤال وهو كالتالي، اذا بعد الدول الشقيقه اذا فضلت الاتجاه الى الملف الثلاثي في نسخه 2026 لدعم ملف الولايات المتحده الامريكيه، في حين ان اعتقد بان دعم المغرب هو يعني هي النقطه الاساس. طيب وهذا ربما موضوع يعني شائك سنحاول التطرق اليه، انه لماذا بعض الدول قدمت ربما ترشيحها لدول اخرى، ولكن هذا ليس موضوعنا. انا اشكرك جزيل الشكر على اتصالك، عندي 20 ثانيه استاذ عصام، قل لي فقط شفتك بتدون شيء، قل لي تعليقاتك بسرعه عن المتصلين اللي كلمونا الان. أستاذ محمد، هذا الباحث المغربي المحترم، أنا بقول له مصر أعلنت أن صوتها في 2026 للملف المغربي بمنتهى الحسم والوضوح، وهذا هو قرار الدولة، ليست دولة كرة القدم لكن الدولة المصرية، وبالتالي مصر خارج فكرة أن يكون هناك تحالف ضد مصالحنا احنا العرب مع بعضنا البعض، فما بالك ونحن عرب أفريقيا. أما المتصل ماجد من ليبيا فهو يرى أمر نتمناه جميعا ما دمنا مقرين، وهذا هي الحقيقة، بأن السياسة أولا أن تتجمع الرؤى حول مصر مثلا في 2026، ولكن احنا قلنا انه ان شاء الله المغرب ومصر داعمة. ليه؟ لانه وضع بؤرة الضوء على مونديال يطلق عليه صحيح المغرب او ان شاء الله مصر او اي بلد عربي، لكنه في النهاية سيكون الكلام عن مونديال العرب، عن منطقة كل خيرات العالم تنتزع منها ويبقى لها اطلالة زي دي، حلم ممكن تعيد يتحقق لنا. طيب. كل ما لدينا. انا بشكرك جزيل الشكر استاذ عصام شلتو الناقد الرياضي، كنت معنا من شكرا. مصر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إذا دقائق ونعود لموضوع جديد، ابقوا معنا. النوستالجيا مرض نفسي أم ترند هذا العصر؟ كيف تتغلب على الأرق بوصفات منزلية؟ بعد الفاصل. والآن مشاهدينا كالعادة أقدم لكم صورة جديدة في اخترت لكم. أحضرت
أعرضت لكم اليوم صورة بعدسة المصور ستيفن ويلكس، وهي صورة التقطها من طائرة هليكوبتر لموقع رائع الجمال من جزيرة على بحيرة بوجوريا بكينيا، وتجتمع في هذه الجزيرة طيور فلامينكو، فتبدو وكأنها تكتلات نجوم في السماء. وقد لجأت هذه الصورة الأسراب من الفلامينكو فيها هربا من أعدائها من الطيور الضخمة التي تتغذى عليها. لقطة رائعة الجمال. هل تساءلت يوما ما عن سر ما يدعى الحنين؟ عن سر ذلك الشعور الذي يطاردك عندما تزور بيتك القديم الذي شهد أيام طفولتك أو شبابك؟ تلك الرائحة المألوفة، ذلك الإطمئنان الذي تشعر به عندما تذهب إلى مكان من الماضي، غرفتك القديمة، صور العائلية، متعلقاتك الشخصية القديمة. هل جربت يوما أن يلتقطك الخيال إلى زمن قد انقضى بالفعل ولكنك تنتمي إليه بكل جوارحك؟ زمن الطفولة الخالي من المسؤوليات، من المخاوف، الراحة، وتلك الأيام الدافئة عندما كان كل شيء جيد وكان الجميع سعداء، فتتمنى لو أنك تستعيد تلك الحياة ولو للحظات. إذا مررت بكل هذا فهذا يعني أنك تعاني من حالة النوستالجيا. النوستالجيا كمفهوم هي الحنين إلى ماضي مثالي، أو هي حالة عاطفية نصنعها نحن في إطار معين وفي أوقات وأماكن معينة، أو يمكن وصفها بأنها عملية يتم فيها استرجاع مشاعر عابرة ولحظات سعيدة من الذاكرة وطرد جميع اللحظات السلبية. والجدير بالذكر أن نسبة 80% من الناس يشعرون بالنوستالجيا مرة على الأقل أسبوعيا. قبل أن نستكمل الحديث عن هذا الموضوع، دعونا نشاهد مع بعض هذه اللقطات ثم نعود إليكم من جديد. مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع من مصر ريم شاهين، استشارية العلاج النفسي. أهلا وسهلا بك ريم. أهلا. يعني اليوم موضوعنا حلو جدا، وكثير من الناس بيشوفوا نفسهم في هذا الموضوع وبتحصل لهم هذه الحالة كثير. هل من الممكن أن نعتبر الأشخاص اللي بيعانوا من نوستالجيا، اللي بيحنوا للماضي دايما، هل ممكن نعتبرهم أنهم عندهم شيء مثلا مرض نفسي أو أعراض نفسية، اضطرابات مثلا؟ لا 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 خالص، يعني هو حاجة طبيعية إن الناس بيبقى عندها حنين للماضي، خصوصا إن دلوقتي الدنيا ماشية بسرعة والدنيا بتتغير بسرعة، فلما الواحد مش بيبقى حاسس إنه قادر يواكب مع التغييرات دي بيبتدي يبقى بيتمنى إن الدنيا إنه لا طب ما نرجع لورا أيام ما كان الحياة أسهل وأحسن وأبطأ وكل ده. والتكنولوجي كمان مؤثرة جامد لأنه بتعمل فرق في السن، يعني كل ما بتكبري أنت مش قادرة تلحقي على التكنولوجي اللي مثلا الناس الأصغر عاملين عليها، فبيحسوا أنه الحياة ماشية أسرع منهم، يعني بتنسحب الحياة من تحت مثلا رجليه، بتحس أنه وانت لسه صغيرة أصلا ممكن يبتدوا يحسوا كده في الثلاثينات وفي الأربعينات، فهتلاقي الجيل ده حاسس بالنوستالجيا اكتر من الجيل، يعني بدري اكتر من الجيل اللي قبليه او من كده. طيب هل الوحده
في بعض الأحيان بيقولوا الوحدة هي سبب من أسباب الإصابة بالنوستالجيا، خلينا نقول. هل الواحد لما بيكون عايش وحيد أو وحيد يعني في حياته بيكون بيتعرض أكثر لهذه الحالات النفسية، أنه يفكر في الماضي، يفكر في طفولته، يفكر في أيام شبابه مثلا؟ أكيد هي الوحدة هتلاقيها يعني موجودة، يعني بتلعب دور في كل حاجة. أول ما الواحد بيحس بالوحدة بيبتدي يفكر طب أنا زمان ما كنتش لوحدي والحياة كانت أحلى وكان في أصحاب وكان في أهل وكان في قرايب. هتلاقي أي نوع من أي حالة نفسية الوحدة بتيجي يعني بتبقى عامل فيها ده دايما. يعني حتى الأعراض الأخرى اللي بنعرفها نفسيا الوحدة بتساعد فيها وبتزودها، بتكتر منها. طيب هذا حلو أننا نعرف حتى الواحد يبعد أنه يكون وحيد، يحاول ما أمكن يخلي نفسه دايما ملموم بناس حتى ما يعيش حالات نفسية أو اضطرابات نفسية. هل هذا النوستالجيا تصيب جيل أكثر من جيل ثاني؟ يعني امتى بيبتدي؟ هل مثلا الاطفال بيحسوا بالحنين لحياتهم اللي قبل؟ ما اظنش، لانه حياتهم لسه مبتديه، ولكن هل عندها بدايه يعني مثلا من هذا البدايه من هذا السن بنبتدي نحس بال؟ لا خالص، يعني ممكن حد يبقى في اوائل العشرينات ويتعرض لظرف صعب في حياته والحياه تبتدي ان هي تبقى صعبه، فيبتدي وهو دايما حاسس بنوستالجيا ناحيه الايام اللي هي اول حياته او طفولته او سنين المراهقه. وممكن حد يبقى حياته يعني يوصل لحد 40 و50 وما يحسش بنوستالجيا. هي وده مش كتير اصلا، 40 و50 دلوقتي يعني نورمال ايج. الفكره كلها انه بس زي ما قلت لك السرعه في التغيير وتيره الحياه مخليه ان الموضوع زايد. طيب هل يعاني الأشخاص اللي بيتوقوا للماضي دايما؟ في ناس معينة من سبحان الله، مش عارفة أنتم ممكن عندكم تحليل نفسي، ولكن في ناس معينة بيكون دايما بتحسهم بيتوقوا للماضي، بيحنوا للماضي، بتحسهم دايما بيتذكروا ذكريات الماضي. هل هذه الأشخاص بيعانوا ربما أكثر في وقتنا الحالي؟ هذا اللي عندهم هذا الطابع في شخصيتهم؟ بصي الناس عامة لازم تبقى يعني دلوقتي الحياه التغيير هو الحاجه الوحيده اللي احنا متاكدين منها، انه كل حاجه بتتغير، فلازم تبقي دايما عندك تقبل للتغييرات اللي هتحصل وتقدري وتاقلم وتمشي وتمشي في حياتك عشان تقدري النفسية الناس ما تتعبش. فدايما الناس اللي بيبقى عندهم بنقول عليها ريزيستنس للتشينج، بيبقى عندهم يعني رفض جامد جدا للتغيير، هم اكتر ناس بتعاني وتبتدي تقول لك اصل زمان واصل مش عارف. صحيح. وعدم تقبل للواقع، لان طيب اي نوع من انواع الواقع. احنا كيف نعالج يعني مثلا لو احنا عندنا اطفال كيف نخليهم من الناس اللي بيتاقلموا بسرعه، اللي ما يعيشوا حالات النوستالجيا ويكونوا من الناس اللي بتقولي بيصطدموا يعني تصادميين مع العالم؟ بصي دايما الاطفال الناس بتفتكر ان احسن طريقه ان انت تربي بيها طفل هي ان انت دايما تبعديه عن اي حاجه وحشه، فاي مشاكل او اي عن الحياه تعزليه تقريبا، بتعملي له زي بابل كده يعيش فيها وخلاص انت كده دي حياتك. طيب عندنا اتصالات هاتفيه ريم، ومعنا اتصال هاتفي من الجزائر، معنا زبيدة. أهلا وسهلا بك زبيدة في أنت ونبيلة. زبيدة هل تشعري في بعض الأحيان أنك بتنتمي إلى الماضي أو إلى زمن آخر؟ هل بيحصل لك هذا الشعور ولا أنا وحدي؟ نعم الوقت حاليا هو أصلا أمر طبيعي يحدث مع كل الناس. بالنسبة لي هذه فكرة تاعي أنا، يعني الحالين هو مراجعة للماضي، يفتح تفاصيل قديمة ومراجعتها بكل حب. حلو، يعني على الأقل أنت شايفة زبيدة أنه الحنين شايفاه من منظور إيجابي، الحنين بيحصل لكل حد وممكن أنه يرجع يفتكر أشياء حصلت له ويأخذها بطريقة إيجابية وحلو، يبتسم حتى في الآخر. طيب نأخذ اتصال هاتفي آخر، ومعنا من مصر محمود. أهلا وسهلا بك محمود. ألو ألو ألو. محمود، هل في رأيك الحنين المستمر إلى الماضي هل ممكن تعتبره اضطراب نفسي؟ ممكن. بصي هو يعني الحنين للماضي بأسلوب مستمر يعني بيبقى البني آدم خد قراراته زمان غلط، يعني بحس إن جزء كبير بيبقوا خدوا قرارات زمان غلط، فبيقول يا ريت أرجع تاني عشان أخد قرارات يعني
صح عن القرارات اللي انا خدتها يعني. وهو شايف بقى ايه رد فعلها في المستقبل يعني. يعني انه يصلح بعض الاخطاء اللي عملها، فبيضل بيفكر في الماضي لانه مش راضي عنه. بالظبط بالظبط، بيقول يا ريتني عملت في الموقف ده كذا عشان في المستقبل عاد عليا بكذا. طيب، وهذا ممكن يكون اضطراب في بعض الاحيان. طيب، هل 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 هذا صحيح؟ هل ممكن انه لو احنا خطانا او اخطانا في حياتنا، في مراهقتنا مثلا، وعملنا خطا وضل مأثر علينا، هل هذا ممكن يسبب لنا الحنين بطريقه، انه مش الحنين الايجابي ولكن الحنين انه لو رجعت حامل كذا وكذا ومش حوقع في الخطا الفلاني يعني؟ بس هنا ساعتها يبتدي يكون مشكله، يبتدي يبقى اضطراب، لانه كلنا بنغلط وكلنا بنعمل حاجات، كلنا خدنا قرارات غلط في حياتنا وكلنا هنكمل ناخد قرارات غلط في حياتنا دي. يعني هي دي الحياة، بتعلمي منها ولازم نتقبلها. فهي لما بس لما الواحد يوقف انه انا لو كنتش عملت القرار ده في حياتي كان زمان حياتي بقت مختلفة، انت كده وقفتي عجلة الحياة ان هي تكمل على قرار واحد. وده مش دايما حقيقي. الواحد يعني حاجتين لازم نتعلمهم، منه انك تتعلمي من اللي حصل خلاص يعني، وانك ان الواحد يتعلم ازاي يسامح نفسه، ودي حاجه كتير قوي من الناس مش بتقدر تعملها. التسامح مع النفس، اللي خلاص غلطت ولكن انا سامح نفسي والحياه تستمر والدنيا تمشي. حلو. عشان الحياه تقدر تمشي. وهذه نقطه مهمه، واتمنى ان كل الناس الان اللي بتشوفنا وبتشاهدنا انهم يفكروا بنفس الطريقه. لو عندهم شيء في قلبهم حاجز على قلبهم من طفولتهم او من وقت المراهقه او حتى شبابهم، لازم يسامحوا نفسهم لانه الحياه ستستمر. شكرا على كل التوضيحات ريم شاهين، استشاريه العلاج النفسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، اذا فاصل قصير ونعود اليكم، ابقوا معنا. اصنع المنوم المناسب لك من مواد طبيعيه بعد الفاصل. أحييكم من جديد. يعاني الكثير من الناس من صعوبة النوم والأرق خلال ساعات الليل لأسباب مختلفة، وذلك يؤثر بدوره على الذاكرة وجهاز المناعة وعلى صحة القلب. لذلك يلجأ هؤلاء الناس إلى استخدام العديد من الأدوية المنومة والتي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأعصاب. وغالبية العظمى من تلك الأدوية تسبب الإدمان لمكوناتها، وعند محاولة التوقف عنها قد تسبب لنا انهيار العصب وعدم الثبات وتشتت الفكر. ولهذا يوصي الأخصائيون بضرورة اللجوء إلى الأعشاب التي ستساعدك على النوم دون أن تسبب لك أي أثار جانبية. ولكل من يعاني من مشكلة اضطرابات النوم أو الأرق ويرغب بعلاج المشكلة والتخلص منها، نقدم له اليوم في هذه الفقرة أفضل الطرق الطبيعية التي تعالج الأرق. دعونا نشاهد هذه اللقطات السريعة لوصفات طبية معروفة لعلاج الأرق، ثم نعود إليكم. اليوم مشاهدينا من فلسطين أخصائية التغذية ولاء راتب، أهلا وسهلا بك ولاء. يعني اليوم ولاء إحنا طمعانين في وصفاتك وفي النقط اللي راح تعطينا حتى نتخلص من الأرق. خلينا نبتدي أولا، ما هي العلاجات والوصفات الطبيعية اللي أنتوا بتوصفوها للناس حتى تساعدهم على النوم، ويعني بدون أي تدخل دوائي مثلا؟ أوكي، بالبداية طبعا كتير ناس بيعانوا من مشكلة الأرق.
مشكلة الأرق لها أسباب كتير، منها أسباب مرضية، أسباب نفسية، منها كمان أساليب الحياة الغلط للأشخاص بتبعوها خصوصا قبل النوم، منها الاكتئاب، التفكير الكتير، مشاهدة التلفزيون وقت النوم، ضغوطات الحياة، ضغوطات النفسية، أحيانا بعض الأمراض أو تناول أدوية معينة هي بتؤدي إلى مشكلة الأرق. طبعا في اساليب وطرق كثير الواحد يحاول فيها يحل مشكله الارق بعيد عن استخدام المنومات والمسكنات والمهدئات اللي غالبا ما الاشخاص بيستخدموها عشان يعالجوا مشكله الارق. طبعا هي كلها بنلخصها في شيء بنسميه اسمه العلاج السلوكي للارق. العلاج السلوكي للارق هو بيحدد المشاكل او الاسباب اللي بتساعد على زياده مشكله الارق وبتحلها الأشياء إيجابية أو عادات بتساعد على تعزيز مشكلة أو تعزيز النوم الجيد للشخص الهادئ المتواجد. طبعا هم بالبداية كل الموضوع بتعلق بالتغذية. طبعا التغذية لها دور كبير في مشكلة أو في تخلص من موضوع الأرق. هذه أول نقطة. لو إحنا حابين نتخلص من الأرق مش نروح ناخد أدوية كيميائية، لا بالبداية الواحد يحاول شو بيأكل أولا. بالضبط، بعدين ممكن آخر شيء يفوت لموضوع الأدوية، لكن بالبداية كلها بتتعلق بالنظام الغذائي. طيب إحنا شو حناخد منك أعشاب أو وصفات أو مثل ما بيقول يعني تريكس كده بتتعمل حتى الواحد يتخلص من الأرق، شو بتعمله؟ هلأ بالبداية هي الأرق مرتبط بشغلتين بالنسبة للتغذية، نقص الكالسيوم والمغنيسيوم. هو لانه هي المعادن الاساسيه اللي بتساعد على النوم. حلو. فالوصفات اللي راح احكي عنها هي عباره عن اشياء الغنيه بالمغنيسيوم بالكالسيوم بالاشياء اللي راح تساعد الشخص انه يتغلب على موضوع الارق. من ضمنها هي الاكلات الغنيه بالكالسيوم والمغنيسيوم، الحبوب الكامله، الاجبان، الالبان طبعا، اللوز، الكاجو، وبذور السمسم. طبعا ممكن الشخص انه يستغني عن هاي الاشياء وياخذ المكملات الغذائيه، لكن طبعا لازم استشاره الطبيب. في كمان وصفه كثير حلوه للتخلص من الارق وهي عباره عن شرب مغلي الموز. يعني الموز، تقطيع الموز بقشوره وبنحطه بمي دافيه بالقشر تبعه. اوكي بنغليه لمده 10 دقائق. بعدين بنشرب مغلي هاي المي. طبعا المغلي المي ممكن نضيف لها معلقه قرفه تعطيها نكهة، أو ممكن نحليها بالعسل أو بالمحليات الصناعية. الفكرة من الموضوع أن القشور هاي بتحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم اللي هو أساساً بيساعد على الاسترخاء، ارتخاء العضلات، وبيساعد على النوم بطريقة جيدة وسهلة. هذا ممكن نعطيه للأطفال ولا؟ ممكن للأطفال ولا الكبار. يفضل أنه يتاخذ قبل النوم بساعة يومية. حلو، وهذه من الوصفات اللي المجربة أيوة، عليها أبحاث ودراسات كثيرة. بس تغسل الموز كويس لأنه بنعرف أنه في بعض الأحيان. طبعاً أكيد لازم. بس لازم أنه تنحط مع قشر الموز. مع قشر الموز. طيب هل عندكم وصفات أخرى بيستعملها الطب البديل مثلاً أنه بدون ما الواحد يفكر يأخذ حبوب ولا شيء؟ ممكن الحليب الدافي. طبعا اثبتت الدراسات انه شرب الحليب الدافي قبل النوم بيساعد على النوم. هذا اللي كانوا بنعملوه زمان كلاسيكي، الان تخلينا عنه شويه. مزبوط، لانه بيساعد انه يفرز ماده الميلاتونين اللي هو هرمون النوم اللي بيساعد الشخص انه ينام بطريقه اسهل ويكون النوم نوم عميق كمان. الحليب الدافئ قبل النوم بساعة. أوكي. طيب هل ممكن أن تشرحي لنا ولا الفرق ما بين المنومات اللي بناخدها كأدوية في بعض الأحيان وبعض يعني والوصفات الطبيعية حتى نخلي الناس تعرف الفرق ما بين الوصفات الطبيعية؟ الأشياء إحنا بنستخدمها من المنزل، يعني مثل الحليب الدافي، الموز، المكملات الغذائية. كمان نسيت أحكي عن نقطة الأوراق الخس البري، كمان بتساعد على علاج مشاكل الصداع وآلام المفاصل. شو يعني الخس البري؟ الخس العادي؟ الخس العادي. أوكي. بيتسمى خس بري. هو بيساعد بحل مشكلة الصداع، آلام المفاصل. هو بيعتبر بشكل عام مهدئ للأعصاب. يعني يتاكل بطريقة عادية؟ بطريقة عادية مع السلطة. بطريقة عادية بتاكل. حلو. خلينا ناخذ اتصالات هاتفية ولا، ومعنا اتصال هاتفي من تونس. معنا أسعد. أهلا وسهلا بك أسعد، أنت ونبيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام أسعد، شو اللي بتعمله أنت لو واجهت صعوبات في النوم؟ هل بتلجأ المنوم أم بتاخد دواء النوم أو بتاخد حاجة طبيعية؟ شو اللي بتقوم به؟ حاجة طبيعية مثلا. أعطينا مثال. كاس لبن قبل النوم أكثر شيء. أكثر شيء. وطيب بتشوفه فعال بيشتغل عليك بيخليك تنام؟ صح.
طب هو ده اصلا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه حلو. طيب وفي اعشاب كذلك في بعض الاحيان حتى شفناهم الان موجودين في اكياس، بتحط بس الميه مغليه وتحط فيها بعض الاعشاب البسيطه، هل عمرك جربتها؟ لا. زهورات مثل ما بيقولوا مش هيك؟ اوكي طيب، هي كمان يعني بسمع عليها وجربنا كذلك بعض منها. شكرا على اتصالك وعلى مشاركتك. ومعنا من اليمن مطيعه، اهلا وسهلا بك مطيع. عفوا عفوا مطيع، هل بتعرف اي وصفات طبيعيه بتساعد على النوم ليلا؟ هو اكيد حقيقه الحاجات الطبيعيه بتكون افضل واحسن، بس لو في حاجه اكثر يعني هي الطبيعيه حلوه بس ما تكونش سريعه جدا يعني. طيب عندكم وصفات مشهوره في اليمن مثلا تقولنا عليها؟ اللبن الدافي كذا بس، وعسل يعني، مع عسل وحليب دافي. طيب شكرا على اتصالك وعلى مشاركتك معنا. معنا اتصال هاتفي من الجزائر، معنا نبيلة، اهلا وسهلا بك نبيلة. نبيلة، هل بتعرفي شي وصفة مثلا بتقومي بيها لما بيجيكي ارق، ما بتحسي بالنوم في الليل؟ لدي عدة وصفات لي الارق. اها اعطينا امثلة ساعدينا. امثلة عندنا في الجزائر النعناع. اوكي، ناخذ كميه من النعناع اوراق نغسلها بالماء ثم نضعها في كاسرونه ونضع عليها ماء دافي، نتركها تغلي لفتره من الزمن ثم نصفيها في كاس ونشربها قبل النوم. اوكي، وعندنا وصفه اخرى هي حبه الحلاوه. مثل تشبه حبه السمسم، هي حبه صغيره نضعها كذلك في كاترونة ونضع عليها الماء ونتركها تغلي ثم نصفيها ونشربها قبل النوم. أوكي. هذه تفيد كثير للأرق. حلو حلو، شكرا جزيلا على النصائح اللي أعطتينا اليوم، نتمنى أن احنا نجربها كذلك ونعرف أنه تأثيرها الجيد على النوم وعلى الأرق خصوصا. طيب هل في مثلا في بعض الأحيان بتشوفوا أنه في بلدان معينة بيكون عندها وصفات أكثر، بيكون بتنبت عندها أعشاب ما بتنبت في بلدان أخرى؟ بالضبط. هلا من الأعشاب الدارجة من كمان الطرق التقليدية هي عشبة البابونج. عشبة البابونج معروفة أنها بالأساس بيستخدموها من الأدوية الطبيعية لعلاج الأمراض النفسية بشكل عام. بتساعد على تهدئة الأعصاب، بتحل مشاكل إذا الشخص عنده توتر أو ضغط نفسي أو إرهاق. معروفة عشبة البابونج طبعا بالبلدان العربية بشكل عام بيستخدموها. كمان عندنا عشبة الميرامي كمان بيستخدموها لأن هي كمان بتساعد على الاسترخاء والنوم. في اليانسون كذلك. واليانسون كمان معروفة، دائما بيقولوا أنه كوب من اليانسون بيساعد على نوم مريح، وهذا حلو. كاس ايه. والحلو باليانسون بنقدر نستخدمه للصغار وللكبار بنفس الوقت. حلو، هذا يعني ربما اعطينا تشكيله كامله ومتكامله. ان شاء الله يكون كل الامهات والاباء سمعونا اللي يستعملوها لنفسهم ولاطفالهم لو في ارق او لاحظوا انه هناك اضطرابات النوم. شكرا جزيلا لك اخصائيه التغذيه ولاء راتب على وجودك معي اليوم في حلقه انت ونبيله. مشاهدينا اذا اشكركم كذلك على كل الاتصالات، اشكركم على المتابعه على صفحه انت ونبيله على فيسبوك، واذكركم بما بياناتكم على الصفحة حتى تستمروا في متابعتنا، وبالفعل يمكننا الاتصال بكم في أي لحظة. تابعونا على تويتر أيضا وعلى إنستغرام. دمتم بألف خير، إلى الأسبوع المقبل.